أعزائي طلبة المرحلة الثانية قسم هندسة الاتصالات، محاضرتنا اليوم لمادة الدوائر الكهربائية هي الترانزيت. خلينا نتكلم بالبداية عن إنه ما هو الترانزيت وما الفائدة منه. أول شيء إحنا نعرف إنه أي دائرة كهربائية تتكون يا إما من الدوائر الكهربائية، طبعا تتكون من الأحمال مالتها، يا إما من مقاومة متسعة أو مقاومة محاثة أو مقاومة محاثة ومتسعة وهكذا. طيب الآن نشرح اليوم هاي المادة، كل مادة يعني كل جزء على حدة. يعني ناخذ بالبداية المتسعة مع مقاومة، طبعا هنا المقاومة من نقصد بيها يعني مو بالضرورة أن تكون واحدة، هي مجموعة من المقاومات مربوطة توازي أو توالي أو حتى دلتا وستار مثل ما تعلمتها بالمرحلة الأولى. راح نتكلم عن الار سي سيركت بالبداية بدون مصدر، اي انه اكو متسعة مشحونة وكيف تتفرغ هذه الشحنة الموجودة على المتسعة عندما نربط بين طرفيها سلك يعني يحتوي على مقاومة، يعني مقاومة نربط بين طرفي المتسعة. نشوف شنو اللي يصير بالضبط. هسه نشوفون هذا الرسم الفيجر واحد، هو عبارة عن مقاومة ومتسعة، ولو شوفنا هذا الزائد ناقص، هذا هو الزائد ناقص، أي أنه أكو فولتية مسلطة هنا. هسه الفولتية المسلطة هنا كأنه مثل إيه، هذا يعني الطرف للسالب والموجب على الآر والطرف السالب والموجب على المتسع، وكأنه طرفين اثنيناتهم في لحظة معينة آتي يساوينا الصفر، رأسا نرفع المصدر. شنو اللي راح يصير بعدين من نرفع المصدر؟ يعني بالبداية نعطي مصدر يوصل المتسعة إلى كمية من الشحن إلى أن تشبع المتسعة، ثم نفصل المصدر فجأة. شنو اللي يصير بالمتسعة؟ يعني كأنه المتسعة مشحونة وبعدين ربطنا بين طرفيها هذه المقاومة. شنو اللي دا يصير؟ اللي دا يصير انه التفريغ مال المتسعة بيش تتفرغ؟ هي اكو عليه شحنة، اي انه اكو فرق بالجهد بيناتهم ذني بين الزائد والناقص، فشلون راح يتفرغ هذا الجهد من المتسعة الى المقاومة الى ان يتلاشى؟ طيب احنا نعرف انه نقول ات يساوي لنا صفر، انه الفي اوف زيرو يساوي لنا في نوت، اي انه الفي سي نوت اللي موجوده فقط على المتسعة، لانه احنا نعرف فولتية اللي طالما اكو مصدر اكو الفولتية اللي على المقاومة تتبدد على شكل حرارة، على شكل ضوء، على اشكال اخرى، المهم تتبدد الحرارة مثل مخزونة بها، بس المتسعة تظل مخزونة بها وتصل الى حد عندما نظل نشحن يعني وقت طويل انه المتسعة تصير اوبن وكأنه ويصير بها فرق بالجهد بين طرفيها. هذا الفرق بالجهد بين طرفيها لما يصير عليه نرفع المصدر واكو مقاومة راح يتفرغ الى ان يتلاشى يصير صفر. اذا الفي نوت اللي يسميه في سي نوت او يسميه في نوت هو تي يساوي لنا صفر. طيب الطاقة المخزونة بالمتسعة تي يساوي لنا صفر هي نصف سي في نوت سكوير. احنا نعرف انه الفي نوت سكوير هي قلنا الفي نوت هي في اوف زيرو والسي هي سعة المتسعة، فهي نصف سي في نوت سكوير نصف سعة المتسعة في حاصل مربع الفي نوت تي يساوي لنا صفر. طيب لو هنشوف هاي الدائرة ونطبق الكيرشوف فولتج لو، راح نقول انه التيار اللي مار بالمقاومة زائد التيار اللي مار بالمتسعة يساوي لنا صفر. احنا نعرف ان التيار اللي مار بالمتسعة هو سي دي في باي دي تي، والتيار المار بالمقاومة هو في اوفر ار. اذا سي دي في اوفر دي تي بلس في اوفر ار ايكوال تو زيرو. طيب
احنا من نشوف هيك معادله فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، قلت لكم انه او شرحت لكم اياها بالسابق، انه وكانه هذه هي ديفرنشال ايكويشن، الحد الاول هو مالتها في داش، والحد الثاني يعني في داش وبي كوفيشنت اللي هو 1 على ار سي. لكن ليش خليت هاي دي في اوفر دي تي بيور؟ دائما بالفيرست اوردر نخلي المعامل مال الفي داش هو يساوي لنا 1، فنقسم عليه بقيه المعادله نقسم على سي، هذا راح يصير سي على ار، صفر على سي يبقى صفر، اذا دي في اوفر دي تي بلس في اوفر ار سي ايكوال تو زيرو. هاي المعادله يسمونها فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، راح تتعلموها بالرياضيات كثيرا. طيب الان نحول الفي اوفر ار سي للطرف الاخر. بعد ما حولناها للطرف الاخر ممكن وسطين الطرفين انه نحول المعادله دي في اوفر في يساوي لنا ماينس في ماينس 1 اوفر ار سي في الدي تي، يعني الدي تي راح يصير مكان الفي والفي يصير مكانها، باعتبار انه بالمعادله الاولى نقسم على في، فهذا الطرف من نحاول نقسم على في، الطرف الثاني راح يروح الفي، بعدين نضرب في الدي تي فيروح هذا الدي تي لان هذا بالمقام، يبقى دي تي هنا. فصير هنا ناخذ انتجريشن، يعني نسوي له عمليه تكامل للطرفين. انتم تعرفون دي في اوفر في هو يساوي لنا الليم في ماينس 1 اوفر ار سي دي تي. طبعا هنا ناسيها سي، هذه هي اللي هي تكامل دي في اوفر دي اوفر في يساوي لنا تكامل ماينس 1 اوفر ار سي دي تي، هاي سي ناسيها مكتوبه هنا. طيب هسه هذا التكامل ماله هو يساوي لنا الليم في، وهذا التكامل مالته يساوي لنا ماينس 1 اوفر ار سي بلس هذا اللين اي، فرضناه لين اي للتسهيل بالحل، هو بالحقيقه سي وهو ثابت التكامل، وير لين اي از ذا انتجريشن كونستانت. اوكي ذس، اذا نحول اللين اي لهذا الطرف راح يصير اللين في ماينس لين اي يساوي لنا ايش راح يصير؟ وكانه يصير لين في اوفر اي يساوي لنا ماينس 1 اوفر ار سي. طيب هيج معادله ممكن ان ناخذ لها اكسبوننشال للطرفين، فالاكسبوننشال مال لين او لين في اوفر اي راح يصير في اوفر اي ويساوي لنا اي تو ذا ماينس 1 اوفر ار سي في تي تي. هذا هو الاكسبوننشال مال هذا، لان من ناخذ الاكسبوننشال هنا الاكسبوننشال يروح وين؟ هنا الاكسبوننشال هذا يكون مرفوع للقوه اي تو باور تي. زين لين قلنا الفي اوفر اي يساوي لنا في اوفر اي بنضربه بالاي، الان الاي نضرب طرفي المعادلة في اي، يختصر مال الطرف الايسر فيصير مضروب في هذه المعادلة بالنسبة للطرف الايمن، فيصير في اوف تي يساوي لنا اي اي تو تي اوفر ار سي فور اول تايم فور اول تايم، نتي اكبر من صفر. هسه لو نشوف انه بعد انيشال كونديشن في نوت في اوف زيرو يساوي لنا اي ويساوي لنا في نوت، احنا نعرف انه هذا هو يمثل لي الفي نوت هذا الحد الاي، فاذا الفي نوت ايش قد نحسبها؟ اي قيمه، اذا الفي اوف تي يساوي لنا في نوت اي تو ماينس تي اوفر ار سي، والار سي هنا نقدر نعتبره يسموه تاو، فهذا التاو قيمته ار سي في دوائر الار سي وفي دوائر الار ال راح نشوفه يساوي غير شكل. اذا وير ار سي يساوي لنا تاو، اذا نقدر نطلع التيار، نقدر نطلع التيار ايضا المر بهاي الدائره اي او اي ار اوف تي يساوي لنا في اوف تي اوفر ار، فيساوي لنا في نوت اوفر ار في الاي تو ماينس تي اوفر تاو. طيب هنا راسم لك انه او نقدر احنا نقول تي يساوي لنا تاو، هذا يصير في نوت على اي، لان هذا يصير ماينس 1 اوفر 1 او تي اوفر تي يساوي لنا 1، اذا اي تو ماينس 1 معناها في نوت على اي، يعني معناها في نوت على 2
أو 72%، وهكذا نبدأ نحلها. نكمل الآن بالمثال التالي. شوفوا هذا بهذه الفيجر اللي هي فيجر 3، موجودة هاي متسعة ومشحونة بزائد VC، هنا الزائد والناقص شحنتها بهذا الاتجاه. موجودة بهذا الطرف مقاومتين، مقاومة 8 ومقاومة 12، وموجود هنا مقاومة رقم 5. زين، احنا لو نريد نجعل انه المفروض احنا في كل حل بالنسبة لهيجي دوائر انه لازم نبسط هاي الدائرة كالموجودة في فيجر 1. فيجر 1 شفتوا انتم هياته اللي هو مقاومة اكو متسعة. اذا بين طرفي المتسعة اللي احنا هسه بصددها اليوم، بصددها بهاي المحاضرة نشرحها، انه لازم تكون بين هذه النقطة وهذه النقطة اللي بين طرفي المتسعة نطلع الار اكوفلنت. طيب الار اكوفلنت هنا شنو؟ 8 زائد 12 هذا توالي، وهذا هذا الطرف مع هذا الطرف توازي، فيطلع 8 زائد 12 توازي مع 5 تطلع 4 اوم. اذا التاو ار اكوفلنت في مضروب في سعة المتسعة اللي هو 4 في 0.1 ويطلع 0.4 سكند. اذا هيك حاله عندنا، لان فقط المتسعه مشحونه ما عندنا مصدر، بعدنا الفي اوف تي يساوي لنا في نوت اي تو ماينس تي اوفر تاو، يساوي لنا منطيها الانيشال فولتج منطيها هنا في سي اوف 0 يساوي لنا 15، فايند في سي اند في اكس اند اي اكس فور تي اكبر من صفر. شوفوا هاي الفي اكس، الفي اكس يعني الفولتي على المقاومه 12، المقاومه اللي قيمتها 12. طيب ال V of T عرفناها هو V not E2 minus T over tau 15 في E2 minus 1 over 0.4 في T. ال V نفسها راح تساوي لنا ال V C وتساوي لنا 15 في E، هنا قلبناها ال 0.4 بدل ما نقول 1 over 0.4 قلنا minus 2.5 T، وقيمتها voltage. By voltage division يعني هسا احنا من نقول انه هذه هي ال V of T هياتها نفسها اللي هي هنا اللي هي تمثل بين على الاطراف المسلطة هنا. طيب هنا راح تتوزع بين المقاومة 8 وبين المقاومة 12، هو رايدها على المقاومة 12، اذا voltage division هو 12 على 12 زائد 8 V هو 0.6 في 15 E2 minus 2.5 T، ويساوي لنا 9 في E2 minus 2.5 T volt. ال I of X احنا لو نشوف الـ I of X وينه، هو نفس اللي موجود اللي يمر بالمقاومة 8 واللي يمر بالمقاومة 12. هسه عندنا فولت على المقاومة 12 وعندنا قيمتها هي 12، نقدر نطلع تيوريما، نقدر نطلع بكل سهولة، هو Vx على 12 ويساوي لنا 9 على 12 E2 minus 2.5 T، ويساوي لنا 0.75 E2 minus 2.5 T. زين، نقدر بطريقة اخر هم نقدر نطلع الـ IX بكل سهولة. الـ V of T عندنا اللي هي 15، وهنقسم 15 على 20 هم تطلع 0.75 ايضا، لانه الـ IX ممكن استخراجه من طريقة الاكزامبل الثاني. الاكزامبل الثاني هاي الفيجر 5 دشوفوها. السويتش موجود، يعني المصدر موجود ديشحن بالمتسعة، ديشحن بالمتسعة. يعني مثل ما قلت لكم مرات، مثلا نخلي على سبيل المثال موبايل على الشحن بالليل، ونقعد الصبح نفتح الشحن نشوف قيمة اكو هنا للشحن مالت الباتري، وبعدين تبدأ تتفرغ حسب الاستخدام. هنا راح تتفرغ حسب التاو اللي موجود بهاي الدائرة. طيب T يساوي لنا صفر، افتح هذا السويتش. احنا قبل T اقل من صفر الكاباسيتر شي يصير بيها at long time؟ صير open. من الصير open اكو لازم نطلع فولتية، الفولتية الموجودة هنا على المتسعة. شو نطلعها؟ شوفوا الرسم فيجر 6، شوفوا كل زين انه المتسعة at long time
هاي طبعا هذا الحكي ده احكي 40 اقل من صفر، المتسع تكون اوبن، راح هاي المقاومه راح هاي الفولتيه شلون اطلعها؟ اطلعها من خلال انه هاي ال 20 فولت، هاي ال 20 فولت راح اوزعها بينها وبين الثلاثه، بينها وبين الثلاثه حتى اطلع هاي البي على 9، ومن ثم اقول هاي البي على 9 شو تمثل لي؟ هاي البي اللي على 9 شو تمثل لي؟ من يصير اوبن سيركت يعني معناه شنو؟ 9 على 9 زائد 3 يعني 9 على 12 في 20 فولت، راح تطلع لي ال V هنا هنا زائد وناقص. هاي المقاومة كنا تكون ما لها وجود، أي إنه ال VC نوت راح تكون قيمتها 15 فولت. أنا قلت لكم دائما من تكون دائرة ماكو مصدر بيها مستمر، الغاية من التي أقل من صفر نطلع فقط الانيشال كونديشن، والتي أكبر من الصفر راح نطلع من عند التاو ويخلص عندنا الحل، لأن احنا ما عندنا بالحل غير انه اذا نطلع الفولتية سواء على جزء معين او على المتسعة هو الفي نوت في اكسبوننشال اي تو ماينس تي اوفر تاو. الفي نوت قلنا نطلعه تي اقل من صفر، و بعدين التاو نطلعه فور تي اكبر من صفر. زين هسه لو هنقول انه من شلنا المصدر، من شلنا هذا السويتش من فتحناه، انه هذا المقاومه 3 اوم والمصدر راح صارت اوبن، بقت عندنا دائره قيمتها 9 اوم و1 اوم، وعندنا فولتيه في نوت مشحونه بهذه المتسعه صارت هي مصدر. هسه شلون تفرغ ذولي؟ اذا بين طرفي المتسعه الار كوفلنت ايش ضل؟ ضل عندنا فقط 1 اوم و9 اوم، اذا الار اكوفلنت هو 10، والسي عندنا هو قيمته 20 مايكرو فاراد، اذا نستخرج التاو. من استخرج التاو اذا الفي سي او سهنا في سي نوت، في سي نوت طلعناها قبل بشويه هي 15 اي تو ماينس تي اوفر تاو، والتاو هنا 0.2 نقدر نصعد لي فوق يصير 15 اي تو ماينس 5 تي. يريد هنا الطاقه ايضا اوف زيرو هي نصف سي في سي سكوير، اللي هي هنا شقد قيمتها ال VC؟ طبعا نوت اللي هي تمثل ان لانه الاوميجا سي يعني الطاقه المخزونه ات تي يساوي صفر، هي الفولتيه مال المتسعه في سي نوت اللي هي 15 تربيع في ما في نصف في قيمه سعه المتسعه اللي هي 20 ملي فاراد في 10 اس ناقص 3 فيطلع 2.25. طيب بعد ان خلصنا وتعلمنا انه شلون الار سي والاوت سورس، يعني الار سي هي اللي راح تكون عندنا هي من نشحنها هي راح تكون مصدر حتى نكمل به مصدر حتى يكون هو مصدر الفولتية، انه شلون يتفرغ بداخل الدائرة عند ما نرفع المصدر الرئيسي مال الشحن. زين The source free of RL circuit. طيب هسه لو تشوفون ال RL circuit هنا يا طبعا مو مسلط فولتي، وانما اكو تيار دا يمر بالمحافة الى ان يوصلها الى حد تنشحن بيها الفولتية ال V لو ال VL اللي هي بهذا الشكل، ثم نرفع هذا ال I اللي هو يمثل ان اي تي يساوي لنا صفر، اي اوف زيرو يساوي لنا اي نوت. زين الطاقه المخزونه هنا نصف ال اي نوت سكوير، هناك نصف زي في نوت سكوير. زين ابلاي كيرشوف فولتج لو في ال زائدا في ار يساوي لنا صفر، اذا الفولتيه على المحاته هي ال دي اي باي دي تي، والفولتيه على المقاومه هو ار في الاي. هسه ايش قلنا؟ قلنا هم راح تصير First order differential equation، هذا ال i d i by dt معناه i داش وهنا i، اذا يجب ان يكون هذا d i by dt المعامل مالته يساوي انه واحد، اذا نقسم على قيمة المحاثة طرفي المعادلة فيروح من الطرف الاول يبقى d i by dt زائدا r over l i، صفر على l هو يبقى صفر. هسه شو نسوي؟ ناخذ بنفس الاسلوب integration ال دي اي اوفر اي، طبعا قلت لكم نفس ذاك الاسلوب انه نحولها الى جهه اليسار يصير ماينس ار اوفر ال في اي،
وناخذ تكامل او بعدين نحول الاي مكان الدي تي بقسم الطرفين المعادله على اي، فيروح من هذا الطرف اليمين الاي. طبعا مثل ما قلت لكم الدي اي باي دي تي يساوي ماينس ار اوفر ال اي. طيب الان نقدر نضرب طرف نقسم طرفي المعادله على اي، فراح من الطرف الايمن يروح الاي يصير دي اي اوفر اي مضروب في الدي تي يساوي ماينس ار اوفر ال. الان نضرب احنا بالبدايه قلنا نقسم على اي بعدين نضرب في الدي تي، فبنضرب في الدي تي الطرف الايسر يروح الدي تي لانه دي اي اوفر اي في الدي تي في دي تي، فالدي تي يروح ويا الدي تي يساوي ماينس ار اوفر ال في دي تي مثل ما موجود هنا عندكم. لكن هنا قيمة التكامل شنية؟ هي من الاي نوت، لان عندنا اي نوت، من الاي نوت للاي اوف تي، وهنا قيمتها من الصفر للتي. طيب لين اي هنا دي اي باي اي لين اي من الاي نوت للاي اوف تي يساوي ماينس ار تي اوفر ال من الصفر للتي، راح يصير عندنا لين اي اوف تي ماينس لين اي نوت يساوي ماينس ار تي اوفر ال بلس زيرو، لانه هنا عندنا تكامل محدد من الصفر للتي فنعوض مره تي ومره صفر وهكذا. هنا لين اي اوف تي اوفر اي نوت يساوي ماينس ار ال ار اوفر ال في التي، فبعدين ناخذ اكسبوننشال للطرفين فلن يروح ويا هذا ونضرب في اي نوت يصير ان اي اوف تي يساوي اي نوت في الاي تو ماينس ار اوفر ال تي، ويساوي ان الى الاي اوف تي يساوي اي نوت في اي تو ماينس تي اوفر تاو. وهنا تاو شوف هنا ار اوفر ال، فمن نقلبها حتى نسويها تي على تاو يصير ال اوفر ار، فالتاو هنا ال اوفر ار، هناك واحد على ار سي هنا ال اوفر ار. اذا ال V of T هنا نفي I of T في ال R ويساوي I not في ال R في E to minus T over tau، أو نقدر نقول القدرة أيضا V R في ال I، وهنا ال I not square في ال R في ال E to minus هنا لأنه التيار تربيع مرتين فيصير minus 2T over R عند الضرب تجمع الأسس E to minus T over tau في ال E to minus E over T T over tau يصير E to minus 2T over tau. زين الطاقة المخزونة نقدر نكاملها من صفر إلى T وتطلع لنا النتيجة مالتها هي نصف L I square افتح قوس 1 أو minus E to minus T over T 2T over tau. خلينا نشوف الإكزامبل. شوفوا هذا الإكزامبل، أكو قيمة فولتية وأكو تيار من خلال هاي الفولتية راح يروح عبر المحطة اللي هي قيمتها 2 هنري حتى يشحن هذه، بعدين من نفتح السويتش آت تي يساوي صفر راح يروح المصدر وتبقى هاي الدائرة بهذا الشكل. زين آت تي أقل من صفر، آت تي أقل من صفر هنا ايش راح يصير بالمحطة؟ آت لونج تايم، آت لونج تايم المحطة راح يصير شورت سيركت، فمن السير شورت سيركت معناه المقاومة 16 اوم راح تلغي لانه اكو شورت سيركت بين طرفيها، فراح تبقى الدائرة بالشكل رقم 11 اللي هي فقط تبقى 2 اوم 4 اوم 12 اوم. طبعا هنا اكو هاي القيمة مالتها هي 2 اوم. زين the inductor become short circuit and you can تخليها يعني تصبح الدائرة بهذا الشكل. زين هسه شلون نطلع الفولتية؟ الفولتية هنا على او نطلع التيار هنا الليمار راح ايش يكون؟ راح نطلع التيار الكلي. شلون نطلع التيار الكلي؟ هو الاربعة هسه هنا توازي ويا ال 12 زائد 2 ونطلع الار كوفرنت، الار كوفرنت تطلع 5، اذا التيار الكلي هذا اي واحد هو عبارة عن 40 على 5 يساوي 8 امبير. زين الكرنت هنا، الكرنت هنا شو يمثل؟ الليمار المفروض بالمقاومة 6
المقاومة أربعة أوم. ليش؟ هذا التيار اللي مار بالمقاومة أربعة أوم، لو تلاحظوا هنا، راح يجي على هاي المقاومة أربعة أوم، هاي راح يصير شورت، يعني هذا يصير شورت. إذا التيار هذا نفسه اللي مار بالمقاومة أربعة بعد ما يفوت هنا بالمقاومة 16، لأنه شو يسوي بيها؟ ماكو عنده هنا شورت سيركت، راح يجي كل هذا التيار، أي إنه التيار المار بالمحاثة هو التيار اللي مار بالمقاوم قبل محادثة 2 اوم، واللي هو قيمته بالكرنت ديفيجن مثل ما تعرفون مو ناخذ القيمة مالته، ناخذ عكس القيمة مالته. اذا التيار اللي مار بالمقاومة تي يساوي صفر اللي هو الاي نوت، يطلع لنا قيمته 6 امبير. طيب عندما نفتح السويتش، هسه نرجع للدائرة نفسها، نفتح السويتش، من نفتح السويتش هاي المقاومة اللي هي قيمتها 2 اوم وهي ال 40 فولت، هذا كله يروح هذا الطرف، فتبقى الدائره فقط هاي المحاثه وهذن المقاومات الثلاثه الاربعه وال 12 وال 16. زين، هسه شنو اللي راح يصير؟ راح نطلع التاو بين طرفي المحاثه، باو هاي طرفي المحاثه، التاو هنا شلون نطلعه؟ هذن المقاومتين 4 و 12 توالي توازي مع ال 16، راح يطلع لنا 8، 16 ويا 16 منتصف تطلع 8. إذا التاو هو L over R equivalent 2 على 8 يساوي ربع يساوي 0.25S. إذا الـ I of T هو I naught في E to minus T over tau يساوي 6 في E to minus 1 over 0.25، طالع قيمتها minus 4T، وطلعنا التيار اللي مار بالدائرة. المثال الثاني، لو نشوفه هنا، عندنا هاي السيركت نريد الاي نوت والفي نوت اند الاي فور اول تايم assuming the switch was open for a long time. السويتش كان يعني بوقت طويل هو مفتوح، ات يساوي لنا صفر ينغلق، من ينغلق يسوي لنا شورت على هاي الدائره، يعني الفولتيه ال 10 فولت وال 2 اوم هاي راحت بعد ما عندنا شغل بها، صار عليه شورت سيركت. زين، فور تي اقل من صفر السويتش از اوبن. فيجر 14 تمثل ال ال لو ملاحظينها هنا تي اقل من صفر راح يكون المصدر 10 فولت لان هذا مفتوح، يبقى هنا 3 اوم والمقاومه 3 اوم وهاي المقاومة 6 اوم، راح يصير شورت سيركت، يعني يبقى فقط المقاومة 2 اوم و 3 اوم فقط ذني، حتى نطلع هذا التيار هو 10 فولت المفروض على 2 زائد 3 يمثل لي الاي نوت. ليش؟ لان هاي المقاومة بعد ما يمر بها التيار يمر فقط بالشورت سيركت. زين، الفي اوف تي، في نوت اوف تي يساوي لنا 3 الاي اوف تي ويساوي لنا 6 فولت. احنا قلنا نطلع بالبداية التيار، بعدين نطلع الفي نوت هي تمثل 3 في الاي، لانه هو ممثل لك اياها، قايل لك الفي نوت هنا على المقاومة 3، فهو الاي نوت هو قيمته 2 امبير، فنضربها في هاي الثلاثة تطلع قيمة الفي نوت. زين، هسه فور تي اكبر من صفر قلنا هاي راح تصير شورت، يعني راحت هاي الجهة بعد، بقى بس انه المصدر اللي راح يغذي الدائرة هو المحاثة اللي هي قيمة 2 هنري. هنا المقاومة ايش راح يصير بهن 3 و 6؟ راح يصير بهن توازي، حتى يبقى شلون الرجعة نفسه بس مقاومة ومحاثة، فهذن المقاومتين راح يصيرن توازي، المقاومة التوازي يصيرن 2 اوم، اذا التاو يساوي لنا 2 على 2 ويساوي لنا 1، اذا الاي اوف تي يساوي لنا اي نوت اللي هو I of 0 في E to minus T over tau يساوي 2 E to minus T over tau، tau هنا 1 فيبقى E to minus T. زين، ال V نوت يساوي لنا minus VC بعكس اتجاهها ويساوي لنا minus L DI by DT، نشتق ال DI by DT، من نشتق يطلع لنا فقط نضرب في minus 2 E to العفو افتح قوس minus 2 في اي تو ماينس تي ويساوي لنا 4 اي تو ماينس تي. طيب الاي نوت
قيمته بالحقيقة شقد I not of t for long time هو minus 2 over 3 لأنه v over l في الـ e to minus t أمبير. طيب بعد أن أكملنا أنه شلون ترانزيت للدوائر الـ RC والـ RL بدون مصدر، الآن حتى قبل أن ندخل في موضوع أنه ندخل مصدر وياهم أثناء الترانزيت، فيجب علينا أن نتعلم شنو المصدر اللي راح ندخله على الدائرة أو ما يسمى بالسنجلاريتي فانكشن. طبعا السنجلاريتي فانكشن عموما راح نجدها على ثلاثة أنواع، هي اليونت ستيب واليونت امبالس واليونت رامب. موضوع أن اليونت ستيب هو يعني الجزء الأوفر اللي راح نستخدمه هنا أنا هو شلون نعطي ستيب، وهاي الستيب هسه نعرفها شنو خصائصها وشلون نعرف هاي الستيب الامبليتيود مالتها والتايم مالتها منين تبدي واين تنتهي. اول ستيب ريسبونس هاي اللي على جهة اليسار اول وحدة الـ U of T، هذه تمثل من نقول يونت ستيب، يونت ستيب يعني قيمتها واحد فور تي اكبر من صفر، قيمتها واحد فور تي اكبر من صفر. زين اذا خلينا مثلا 10 يو اوف تي فراح يصير قيمتها 10 تنضرب في 10 في 1 10 لان هاي اليو اوف تي قيمتها واحد اللي كل الزمن اكبر من صفر. زين اذا نريد ناخذ يعني الامبليتيود مالتها موجود هو واحد يونتي لكن ممكن ان يكون بالماينس، نقول ماينس يو اوف تي، فاذا هي نفس اليو اوف تي لكن الامبليتيود مالتها بالماينس، ايضا ممكن ان نضربها في امبليتيود 10 20 100 وهكذا يصير ناقص 10 ناقص 100 ناقص 200. وايضا بما انه تي هسه ما تلاعبنا به اذا هي 4 تي اكبر من صفر، 4 تي اقل من صفر اثنيناتهم هم اليو اوف تي وهم الناقص يو اوف تي هي قيمهم صفر، فقط 4 تي اكبر من صفر عندهم قيمه اسمها واحد، مره بالموجب عندما تكون يو اوف تي ومره سالب عندما تكون ناقص يو اوف تي. زين اذا نريد نضيف معاها تي نوت، شنو معناها نضيف معاها تي نوت؟ يو اوف تي بلس تي نوت معناها انه هذه هي اليو اوف تي باديه من الصفر، نضيف لها تي نوت معها تصير يو اوف تي زائدا تي نوت، اي انه باديه قبل ما يكون التي يساوي لنا صفر، باديه من الماينس تي نوت، اي انه يو اوف تي بلس تي نوت. هسه لو نريد نخلي هاي بين قوسين مال اليو اللي هي تي زائد تي نوت نقول التي يساوي لنا ماينس تي نوت، اذا نزحفها بماينس تي نوت معاها تضاف وقيمتها اليو موجبة الآن اللي دائما هنا على جهة اليسار اخذها موجب وعلى جهة اليسار بالنسبة الي اليسار بالنسبة الي هي موجب واليمين هو سالب، اذا اليو اوف تي بلس تي نوت هي هاي قيمتها. نفس الاسلوب يو اوف تي ماينس تي نوت لكن ماينس يو اوف تي هنا، يعني فقط الامبليتيود مالتها اصبح نيجاتيف هنا بوزيتيف باليسار باليمين هو نيجاتيف. طيب اليو اوف تي ماينس تي نوت يعني يو اوف تي وطارحين من عنده جزء بسيط من الصفر للتي نوت، اذا لو نقدر نحصر هاي بين قوسين نقول تي ماينس تي نوت نقول التي يساوي لنا التي نوت، فاذا من التي نوت وفوق هي اللي راح تصير عليها القيمه مالتها تساوي واحد، وبنفس الاسلوب هنا ماينس يو اوف تي ماينس تي نوت. اذا هذني الثلاث حالات الفوق هي يونت ستيب، مره بالصفر تبدي وتذهب الى الانفينيتي، مره امبليتيود مالتها موجب ومره سالب، والمره الاخرى قبل الصفر تبدي بتي نوت وعبرنا عنها بيو اوف تي بلس تي نوت، ومره الامبليتيود مالتها موجب ومره الامبليتيود مالتها سالب، واليو اوف تي ماينس تي نوت يعني اقل بتي نوت من الكمية مال اليو اوف تي، وهم مرة ايضا الامبليتيود مالتها مرة موجب ومرة سالب. زين
هسه بعدنا تعلمنا انه اليو اوف تي ويو اوف تي زائد تي نوت يو اوف تي ماينس تي نوت، وقلنا بالسالب والموجب. الان نتعلم هذين الاخر سته شلون نتعلم بالتي تي اقل من صفر، يعني بالتي سالب. التي سالب حقيقه بالعالي ما موجود، لكن رياضيا نعبر عنه. شوف يو اوف ماينس تي الامبليتيود مالتها موجب، لكن التايم مالتها شو وقت متواجده؟ بالماينس تي لها قيمه، بالتي ما لها قيمه. هناك يو اوف تي بالتي لها قيمه، بالماينس تي ما لها قيمه. هنا بما انه قلنا يو اوف ماينس تي، اذا يو اوف ماينس تي لها قيمه واليو اوف تي ما لها قيمه، يعني اللي اقل من الصفر لها قيمه، الاكبر من الصفر ما لها قيمه. وهكذا بالنسبه لها الثانيه، ما هاي الامبليتيود مالتها موجب بنفس الاسلوب، هاي الامبليتيود مالتها سالب، يصير ماينس يو اوف ماينس تي. هنا ماينس يو العفو يو اوف ماينس تي بلس تي نوت، يعني راح نضيف معاها تي نوت، راح تصير معناها انه تي يساوي لنا تي نوت. هسه لو نحصرها بين قوسين ماينس تي زائد تي نوت يساوي لنا صفر، لان تي يساوي لنا تي نوت. اذا بالتي نوت هنا هذا اليو اوف تي زائدا هاي الكميه اللي هي تي نوت، وهنا الامبليتيود مالتها سالب يو اوف ماينس تي زائدا تي نوت. وبنفس الاسلوب هنا يو اوف ماينس تي ماينس تي نوت، اي انه تي يساوي لنا لو نريد نودي لذاك الطرف يبقى ماينس تي نوت. هنا من الماينس تي نوت الى ماينس انفينيتي هي لها قيمه، والقيمه مالتها بالموجب، وهنا القيمه مالتها بالسالب اللي هي الماينس يو اوف ماينس تي ماينس تي نوت. اذا اكو ست احتمالات راح نشوف، يعني دائما راح نستخدمهم بالحل مالتنا او بال مستقبلا بالريسبونس عندما يكون يونت ستيب ويا الدائره مالتنا. اليونت امبالس شنو هي؟ عندما نشتق هاي المعادله هذا اليونت ستيب، اليونت ستيب لو كان هنا معناه يو اوف تي، يو اوف تي من نشتقه من نشتق اليو اوف تي. طبعا هنا انديفاين، يعني بس بهاي الحاله هو موجود، بدهم يكون اصفاره بالتي اكبر من صفر وبالتي اقل من صفر، وهاي قيمته لانه نبضه راح تصير عندنا ما نعرف ايش قد، لكن هي قيمتها الدلتا اوف تي. طيب هنا بنفس الاسلوب، هاي مره يو اوف تي ماينس تي نوت مشتقينها، وهاي ماينس يو اوف تي بلس تي نوت، وهنا فقط يو اوف تي بلس تي نوت ومشتقيها تبقى لنا قيمه فقط بهذا المكان. نفس النيتشه الاساليب اللي شفناها الست احتمالات نقدر نطبق نشتقهن ونشوف مكاناتهن امامكم. هذه راح اعطيكم اياها واجب بيتي، اشوفكم اياها اشوفوني كل حاله شلون تصير. طيب لما نكامل اليو اوف تي ايش راح يصير؟ هي قيمتها واحد، فمن نكاملها راح تصير تي، فاذا قيمتها صفر فور تي اقل من صفر، وقيمتها تي فور تي اكبر من صفر. اذا فور تي اكبر من صفر هي قيمتها تي، يعني نطي صفر 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 تطلع صفر، نطي واحد تطلع هي قيمتها واحد، يعني الار اوف تي عندما تي يساوي لنا واحد، لان بس قيمتها تي، اذا الداله يساوي لنا واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، يطلع وكأنه خط علاقة خطية، الزاوية بيناتهم 45 درجة، يعني عندما الواحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، وهكذا. وأيضا نقدر نقول هذه الار اوف تي ماينس تي نوت، يعني بادية من التي نوت وبعدين هم تصير هنا قيم الها نفس اليو اوف تي، هي تساوي لنا التي بس بادية من التي نوت، وهنا بادية من الماينس تي نوت. وهذا ايضا راح تشوفونه، وانطيكم ايضا واجب بيتي عليه انه شلون تسوي لي انتجريشن على كل هذه الدوال اللي شفتها هنا أنا الموجودة بالتيابل، الموجودة بالتيابل تيابل 1، شوفوا لي اياها، طلعوا لي اليونت امبالس واليونت رامب هنا أنا. شوفوها جدا بسيطة، يعني ما بيها فر الشيء، هي يونت ستيب، يعني اكو قيمة للفونكشن اللي عندنا اللي هي يو اوف تي، بالتي اكبر من صفر اذا كانت يو اوف تي، وبالتي اقل من صفر هي قيمتها صفر، وهنا بعد فقط راح نتلاعب بالامبليتيود
ونتلاعب ايضا بال الامبليتيود وبالتايم، مره بالماينس ومره بالموجب، والامبليتيود ايضا مره بالموجب ومره بال